العرب بأسوأ هزيمة في تاريخهم الحديث في الخامس من حزيران يونيو عام 1967. أدت خسارة ما تبقى من فلسطين إلى تثبيت القرار التاريخي الذي اتخذه الفلسطينيون بحمل السلاح لتحرير بلادهم. وكان العرب قد أنشأوا منظمة التحرير الفلسطينية قبل حرب حزيران يونيو بثلاثة أعوام، فخرجت هذه المنظمة نهائياً عن سيطرتهم بعد هذه الهزيمة الساحقة. اهتزت أسطورة عبد الناصر وولدت أسطورة أخرى، أسطورة الفدائيين الفلسطينيين. مش من المؤسف القول، من الواقع القول أنه ما قبل 67 كان كل العالم تتمنى تاخد صور مع عبد الناصر. بالحقيقة بعد 67 كان عبد الناصر يتمنى ياخد صور مع أبو عمار. الإحباط اللي شعر فيه الجميع جعل الفلسطينيين يتوجهون للإمساك ولأول مرة بقرارهم الوطني الفلسطيني بعد 67، لأنه كل الأنظمة كانت مضروبة مفككة ومعنويا غير قادرة أن تمنع الفلسطيني من أن يحمل السلاح أو أن يتدرب أن يقاتل العدو الإسرائيلي. اتخذت المنظمة من الأردن مقرا لها، إلا أنها بدأت تزاول نشاطاتها من لبنان أيضا الذي كان في أوج ازدهاره. كان الستار قد أسدل على عهد الرئيس فؤاد شهاب عام 1964 وقد أعاد الاستقرار إلى البلاد، إلا أن العهد الشهابي لم ينتهي، فقد تم انتخاب شارل حلو المحسوب على النهج الشهابي لرئاسة الجمهورية. تميز العهد الشهابي بتنامي نفوذ المكتب الثاني أي مخابرات الجيش اللبناني، وأدى هذا إلى ازدياد الانتقادات في البلاد لما وصف بالحكم البوليسي. كانت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قد تأسست بدءا من النزوح الأول عن فلسطين عام 1948، وفي الستينيات كانت مخابرات الجيش اللبناني تسيطر على المخيمات سيطرة تامة، شعر الفلسطينيون أنها وصلت إلى درجة الظلم. أريد التذكير بأن القسم الأكبر من مسألة وجود الفلسطيني كانت خروج المخيمات عن سلطة الدولة. كان هناك شيء اسمه انتفاضة المخيمات، وقد تم ذلك أيضا تعبيرا عن تاريخ من القهر عاشته المخيمات الفلسطينية في ظل الضبط العسكري، بحجة أنها يعني أن يجب أن يبقى اللاجئون الفلسطينيون فقراء ومشردين وبلا بناء وعائشين في الخيام أو في البراكيات لإثبات حقهم في العودة، أو لأنهم غرباء وزائدين على اللزوم ومطلوب أنه لبنان لا يحتملهم. مجيء المقاومة الفلسطينية للبلد وهذا الاحتضان الواسع للقواعد الفدائيين داخل المخيمات وحالة الفلتان التي قيل بأنها حصلت داخل المخيمات، مفيد أن نذكر أو أن نتذكر بأنه سبقها فترة حكم عرفي خضعت له المخيمات من عام 59 حتى عام 69، وفي ظل هذه الأحكام العرفية اتخذت إجراءات ضد الفلسطينيين غير معقولة ولم تكن منطقية ولم تكن سائدة في المنطقة العربية، من نوع أنه الانتقال من مخيم لمخيم يجب أن يتم بتصريح، علما أنه المسافة بين مخيم ومخيم لا تزيد عن نصف ساعة مشيا على الأقدام لبعض المخيمات. الانتقال من منطقة لمنطقة يجب أن يحصل صاحبه أو المنتقل منطقة لمنطقة على تصريح من قيادة الجيش.
ممنوع قراءة الجريدة بالمحلات العامة، ممنوع استمرار السهر لأكثر من ساعة العاشرة ليلا، إلى آخره من الإجراءات. بدأ لبنان يدفع ثمن العمليات المنطلقة من أراضيه، وفي 28 من كانون الأول ديسمبر من عام 1968 شنت قوة خاصة إسرائيلية هجوما على مطار بيروت الدولي، فدمرت 13 طائرة لبنانية كانت جاثمة على أرض المطار، بل إنها أجبرت ركاب إحدى الطائرات على النزول منها قبل تفجيرها. أعلنت إسرائيل أن العملية جاءت كرد على هجوم فلسطيني على طائرة إسرائيلية في مطار أثينا، واتهمت الفلسطينيين بالانطلاق من لبنان. في نيويورك اجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث شكوى لبنان. عهد إلي مجلس الوزراء أن أرئس الوفد اللبناني لمجلس أمن، وأنا ترأسه وسافرت وحصلت على القرار الشهير رقمه يمكن 262 بقدر ما بذكر، يلي للمرة الوحيدة بعلاقات لبنان والعرب مع إسرائيل، المرة الوحيدة بدين مش الهجوم الإسرائيلي على المطار، بدين إسرائيل، بدين إسرائيل مباشرة بالإجماع، المرة الوحيدة بقرار يلي اتخذ ب 31 كانون الأول 68 بنتيجة مراجعة لبنان مجلسا. رغم ذلك ظلت أغلبية اللبنانيين وفق استطلاع رأي أجرته جريدة النهار في العام التالي تؤيد العمل الفدائي. وفي هذه الحقبة الزمنية كان العالم يشهد نهضة لليسار والحركات الطلابية، وكان لبنان في هذه الفترة يشهد اضطرابات داخلية لم يكن للفلسطينيين علاقة بها، إذ أخذت الدعوات التي تزعمها كمال جنبلاط واليسار تتزايد في البلاد لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تكررت هذه المشاهد في البلاد، وسقط قتلى في صفوف المتظاهرين لتبرز صورة صراع طبقي حقيقي في البلاد. كانت هناك مظاهرات كبرى من أجل تعزيز الحريات الديمقراطية، صار على رأسها كمال جنبلاط وقادة الأحزاب، وصارت مظاهرات عمالية في معمل غندور من عمال معمل غندور، وأطلقت النار عليهم وذهب شهداء في هذه المواجهة، كما سقط شهداء في مظاهرات لعمال الطبق في النبطية. وكانت الحركة الطلابية في منتهى النشاط والقوة، يعني بقيادة وطنية كانت، وبالتالي كان هناك نهوض وطني ديمقراطي، وكان هناك نقمة اجتماعية نتيجة هيمنة 4% من المواطنين على الوضع الاقتصادي على الدخل الوطني بشكل أساسي. لم يكن هناك ما يسمى بقيادة أزمة، لم يكن هناك دولة تسعى فعلا لتحقيق الميثاق الوطني، تسعى من خلال عملية تثقيف وإعلام وتربية وتنشئة للمواطنين على تحقيق مواطن قادر أن يتجاوز البعد الطائفي. على العكس، كان هناك نوع من التكريس، أنت لا تستطيع أن تدخل جنة الوطن إلا من خلال هذه الطائفة ومن خلال هذا الزعيم الموجود في تراتبية معينة في تلك الطائفة، ويبقى كما هي الحال في أعمدة بعلبك، الستة المعروفين، ستة أعمدة المشهورين في بعلبك، يبقى هناك هذا الطرف الذي يمسك ما بين الأعمدة وهو النظام، فيدخل المواطن من خلال هذا العمود الطائفي إلى جانب مواطن آخر. كان في أسباب ثانية عديدة، أسباب ربما يأخذها البعض اليوم طبقيا، كان في فقر في البلد وكان في غنى، صدف أن كان الفقر في أكثريته إسلاميا، وصدف أن كان الغنى في أكثريته مسيحي. السبب ربما في ذلك يعود إلى اختلاط يعني ظروف معينة أدت إلى أن يحصل إنماء أكثر في المجتمع
المسيحي وشعور المجتمع المسلم بأنه لم يحصل على ما يكفي من الإنماء. فهذه الأمور كان لابد أن تصل إلى نقطة صدامية. وسط هذه الاضطرابات توجه قائد الجيش اللبناني العماد إيميل بستاني للقاء ياسر عرفات في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمنع توسع الاشتباكات التي كانت قد بدأت تحصل بين الجيش والفدائيين. ونحن بالسيارة طلع ورقة الجنرال بستاني من 7 بنود، اتفاق بينه وبين أبو عمار من 7 بنود، وهال7 بنود بالحقيقة هي كانت اتفاق القاهرة بزيت تقريبا، يعني ما تعدل فيها شيء تقريبا، وهذه قبل 5 أشهر من اتفاق القاهرة. رشيد كرامي رفض الاتفاق، طلعنا عن شهر الحلو، فرج الاتفاق لشهر الحلو، قال له شهر الحلو وشو قال دولة الرئيس كرامي؟ قال له رفض الاتفاق، قال له رشيد كرامي رفضه بدك ياني أنا أقبله؟ هو بالحقيقة لكي حتى ما يفهم المشاهد كمان انه في عتب على جنرال بستاني بهذا الاتفاق، يعني مثل ما بيقولوا اللي بياكل العصي مش مثل اللي بيعده، يلي شايف على الارض وحاسس شو صاير لابد من الخروج باتفاق. يعني في ناس على الارض بيستشهدوا برصاصه كرمال الوطن. جنرال بستاني بهديك الوقت كان همه الوحيد انه يوقف الصراع الفلسطيني اللبناني وخاصة مع الجيش. لم يوقع الاتفاق وأخذت الأمور منحا تصعيديا، فحصلت صدامات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش اللبناني في خريف عام 1969. بدأت الاشتباكات في مخيم نهر البارد الواقع شمالي البلاد، وسرعان ما توسعت رقعتها لتصل إلى الجنوب والبقاع، واستقال رئيس الوزراء رشيد كرامي. تدخلت سوريا التي كان يقودها صلاح جديد، فقامت منظمة الصاعقة الفلسطينية التابعة لسوريا بمهاجمة مواقع للجيش اللبناني على الحدود السورية اللبنانية. في 25 من تشرين الأول أكتوبر طلب لبنان من الرئيس المصري جمال عبد الناصر التوسط لحل الأزمة، وتوجه وفد لبناني برئاسة قائد الجيش العماد إيميل بستاني إلى القاهرة للقاء رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. انتظرنا أول يوم ما أجى أبو عمار، وانتظرنا تاني يوم ما أجى أبو عمار. بالحقيقة ما أجى أبو عمار لأنه الجيش كان عم بيسجل انتصارات على المنظمة بلبنان، وكان أبو عمار حسب رأيي أنا وهيك صار منتظر انتصار ما فلسطيني ليقدر يجي ويكون بموقع تفاوضي أفضل. فأجينا خبر أنه أسقطت طائرة هليكوبتر فوق مخيم البداوي وقتل فيها بفتكر ضابط واثنين عسكريين. فأنا توقعت بوقتها أنه هلأ بيجي أبو عمار، صار بالفعل أجي أبو عمار بهالوقت. للحقيقة وللتاريخ أنه الجنرال بستاني بهاليومين كان كل يوم يحجز بده يرجع، ما بده يكمل المفاوضات لأنه أبو عمار ما أجا. كان الرئيس عبد الناصر والفريق تبعه يطلبوا منه يبقى ومعليش وين. والمهم اجى ابو عمار وصار اتفاق القاهره كما هو معروف. بسنة 69 الرئيس حلو شعر بوحده غريبه الشكل، شعر بنفسه بانه تقريبا كل الاطراف متخليه عنه وعن لبنان. حالته النفسية كان يرسلها. بعدين رئيس الحكومة اللي بمثل قوة سياسية بالبلد هو رشيد كرامي الله يرحمه، استقال وترك ورفض وعمل بيان رئيس رسالة للمواطنين الرئيس حلو، عمل بيان رشيد كرامي عكسها بالخالص. بعتقد أنا صدقا بأنه الأوضاع اللي كانت سائدة إذاك والعوامل اللي تعاطى مع الرئيس حلو هنا وهناك كانت بتجعل إنه إذا ما عمل اتفاق القاهرة
ما راح يتوقف العمل الفلسطيني الفدائي، لا بل راح يتجاوز ما حصل عليه. انا بعرف انه اتفاق القاهره ما احترم من قبل الفلسطينيين، وانما كان نوعا ما وثيقه بيد اللبنانيين تيقولوا انه عم تخالفوه، عنده نوعا ما حجه. لولا هالاتفاق كانت الامور فلتت اكثر. اعتبر الفلسطينيون هذا الاتفاق نصرا لهم، وبينما وافقت عليه الأطراف اللبنانية كافة في بادئ نعم للمقاومة